اللي هو مثلا معايا يعني حد في الكوميونتي كان نفسه يبقى في عندنا ايفنت لاساسنز كريد في مصر، كان نفسه يبقى في شويه اهتمام اكتر بمصر ان احنا بنحب قوي اللور متعمقين قوي في السلسله. النهارده انا فخور وسعيد جدا ان احنا النهارده بنحقق الحلم ده او الفيجن معا. طيب مين اللي قدامكم ده؟ انا مين؟ انا ايه قصتي بالظبط؟ اللي ما يعرفنيش او اللي يعرفني، فانا احمد الصايغ سينيور كونتنت كريتور في عرب هارد ويف، بقالي معاهم 6 سنين دلوقتي تقريبا. واكيد عشقي الاول والاخير اساسنز كريد، انا من زمان بعشق السلسله دي. ففي معلومه ممكن يعرفني ناس، انا محمد عبد القادر جاك تو ديتس وشايل مصر من اساسنز كريد ايجيبت، كلهم حبايبي عارفين، يمكن فاكرين ان انا راجل قديم وبادئ السلسله من اول اساسنز كريد هم، بس الحقيقه انا بداتها من بلاك فلاج، انا ما بداتش من وان. مين هنا بدأ بلاك فلاج؟ كم واحد يرفع ايده كده اللي بدأ ببلاك فلاج؟ واحد بس؟ اثنين؟ ثلاثة؟ تمام. طب مين بدأ من الأول خالص؟ تمام. أو جيز. تمام. الفكرة كلها إن أنا بدأت بلاك فلاج، عجبني الجيم بلاي، ثوري جدا، مفيش خلاف على كده. القصة ما عجبتنيش، قلت أما أرجع كده أشوف إيه في الأول، لقيت عظمة في الأول. فبقيت أو جي، أنا حبيت أساسنز كريد من أول لما رجعت، مش لما لعبت بلاك فلاج. زي ما انتم عارفين تعاون مع يوبي سوفت الشرق الاوسط، لما احنا اتكلمنا مع يوبي سوفت هم كانوا متحمسين جدا بالمناسبه، هم للاسف ما عرفوش ان هم يكونوا موجودين معانا النهارده، بس في مفاجاه محضرها لكم هقول لكم كلمه. بس لما قلنا يلا بينا نعمل ايفنت اساسنز كريد، الناس بصراحه لا حماس، كلنا متحمسين، كلنا نفسنا يبقى في ايفنت اساسنز كريد هنا. لو في الاخر كل واحد هنا سواء انت بدات اوديسي، سواء انت بدات اوريجنز الثلاثية الأخيرة اللي عليها جدل كبير، أنا عارف. مين هنا بدأ من أوريجنز أو أوديسي أو الثلاثية؟ طب إيه أوديسي؟ لا قولي بقى رأيك كده، أنا عايز أسمع. أوديسي بحد ذاتها ما كانتش وحشة أوي، لأنها كانت بتبين جزء في اللور مش واضح أوي لمعظم الإنتريز اللي كانت بعد كده. لأنها كانت بتبين جزء الإيسو اللي هو دايما بيبقى هما ناس هما اللي بتوع عشان هيك عالي. فكرة انك تلعب بحد ديسنتنت من الايشو كان برضه بتبقى انترستنج قوي يعني. عشان فالهالا يا اهم جزء في السلسلة بالنسبة اي حد. فالهالا انا اول ما لعبتها قلت ايه ده؟ وبعدين ايه اسجارد ويوتنهايم بتاع ايه مودينا على فين يا عم؟ الحاجات الميثولوجي. جيت في الاخر شفت انها اهم، مش حولناها افضل جزء في السلسلة، بس هي اهم جزء في السلسلة. لاي حد عايز يفهم اللور، عايز يفهم كل حاجه، في مفاجات مش متوقعه موجوده النهارده في التريفيا معايا في الجيب اويز. فنشوف بقى مين ايه كان مركز. طيب ليه احنا بنحب اساسنز كريد؟ حد يقدر يقول لي كده ليه انت بتحب اساسنز كريد ليه؟ معرفش يعني انت حبيتها كده لعبتها كجيم بلاي يعني مثلا، ولا عشان قصتها والحاجات دي؟ لا قصه من اساسنز كريد 1 لحد ريفيليشن. مش عايز احرق ريفيليشن بس يعني المشهد ده لسه حد ما لعبش ريفيليشنز اساسا يعني. مستحيل. بس انت اللي عجبك القصه من اول 1 لحد ريفيليشنز يعني القصه اكتر حاجه هي كانت عجبك. في حد هنا طب عجبه الجيم بلاي او كان في حد برضه اكتر حد مختلف جيم بلاي؟ انا جزء ثلاثية ايزو في الجيم بلاي اختيار غريب بس ماشي قعدت تمام. قول اوديسي طبعا. اوديسي امتع جزء مش عارف. اوديسي انا حطيت فيها 280 ساعة رغم انها بالنسبة لي انا ما بحبهاش بسبب الشخصي يعني، بس هي ممتعة ممتعة جدا، تلعب كده وميرسينري وتضرب وبتاع. كل واحد فينا هنا عنده سبب مختلف يحب اساسنز كريد عشانه، اللي جاي عشان الجيم بلاي، اللي جاي عشان القصه، كلنا في الاخر بنحب السلسله دي، ده اهم حاجه. امتى بدات في عالم اساسنز كريد؟ مين عايز تقول يا محمد؟ 2000 ايه؟ 2011 يعني انت بدات 2011 جزء ريفيليشنز بدات لا مع ريفيليشنز ريفيليشنز 2011 فاكر؟ انت كنت دول اول في الاول كنتش عارف كده بس كده. لما بدات بص كمل ساعتها. بصوا انا لما بدات من 2
واكيد طبعا يعني ناس كتير زي بدات من تو. مين بدا من تو؟ بدا من تو ليه؟ كلنا يعني كلنا بدانا بيتس يا جماعه. لا استنى، انت بتقول بدات ولا انت اكتر جزء حبيته؟ عشان لا بس هي بدات من تو. وخلصت بازل وورد وريليشنز، وبعد كده رجعت لعبت 1، وبعد كده لعبت باك. كان من 2013 تقريبا. تمام، مفيش حاجه هتيجي زي الاحساس بتاع ايزي وهو طالع مع اخوه على التاور في اساسنز كريد 2. بس الاحساس ده في الاول لو انت بتلعب لعبه اول مره هتبقى اوكي تمام، انا وسهلا الموسيقى بتطلع وايزي وسلاملي. لما تعيد اللعبه تاني او تخلص الثلاثيه وتشوف اساسنز كريد امبرز بعد ما ايزي يموت، ترجع للمشهد ده لا هيختلف، يبقى حاجه ثانيه خالص. يعني هنا السؤال الجدلي بقى، افضل جزء في السلسله من وجهه نظركم ايه؟ واحده واحده بقى هناخد ايه؟ اوديسي. والسبب ان كل ما تطلع اكتر فيها هتبقى اقوى، مش زي كل الاجزاء الثانيه اللي هو انت ماشي بقصه ولو عايز تجيب الناس القصه دي خلاص انت اللعبه كلها تبقى معاك. هناك كل ما تطلع اكتر في ناس لغايتها اعلى، فاهم؟ فانا كنت عايز العب اللعبه خلاص اساسا. واو، 20 ليفل بقى كده. فبالنسبه لي ده قعدت 3 سنين بلعب اللعبه وبطور نفسي، فلما اتعب في اللعبه الاقي نتيجه. عكس بقى كل الاجزاء اللي هو ستوري وخلاص بتخلص القصه ومستعجل. ده بالنسبه لي. وجهه نظرك تحترم جدا. احسن جزء بالنسبه لك ايه؟ ما انا بصراحه بدأ اللعبه في 2011 من اول جزء مع الطاير. انا شايف الاحسن جزئين هو مش جزء واحد، يونيتي كجيم بلاي وكستوري تحفه، الباركور فيها كان جدا، واوريجنز انت شايف كل الدور بتاع سيتي سبيد بدأ من انت. ف بصراحه احسن جزء. بص، هو انا شايف ان في جزء متكامل، كل جزء في ميزه معينه، بس احسن جزء اللي انت قلت بالهلا، احسن جزء اسم الجيم بلاي سبيس وكده بايونتي. احسن جزء يعني نوعا ما اعتبر ان هو كامل الجزء الثاني. الجزء الثاني لما كان نزل ساعتها كان طفره. فجراس برضه كويس اسم سبيس في نفس العناصر بتاعت نفس المكان. يعني شايف ان في جزء متكامل، بس يعني الجزء المفضل مش افضل، هو الجزء الثالث. يعني الصراع ما بين الاساسنز والتندرز دي هي كانت جديده. الثالث اللي هي جزء من الوقت. لكن الجزء الافضل انا شايف ان هو الجزء الثالث. بس هذا اللي تمام. اساسنز كريد ميراج نزلت بسبب ان يوبي سوفت كانت بتحتفل بالانيفرسري 15 لاساسنز كريد. 15 سنة عدت على السلسلة، وبالتالي كان لازم يرجعوا لورا. مين اللي ختم اللعبة؟ مين لعب اللعبة؟ لا انت ختمتها انا عارف. سيب المراجعة بعدين. مين لعب ميراج؟ بس انت اشتريتيها يعني. تمام. معايا كل مراجعة. يعني مفيش حد فيكم لعب ميراج اصلا؟ حلو قوي. تمام. احنا كده كده عاملين حسابنا، يعني سايبين لكم الجيم بلاي من الاول. يعني انت هتخش بقى كده من الاول خالص تروق دماغك. كويس يا معلم. دي بمناسبة شوية صور لقطتها بنفسي من جوه بتات، مش حارق يعني ان شاء الله يعني، بس تقول لك قد ايه بلد متصورة بشكل عظيم جدا. قصة والشخصيات السريعة، انتوا عارفين مش هبقى اتكلم كتير عن النقطة دي. باسم، في حد هنا ختم فالهالا؟ طيب عشان لو بس لعبتوا فالهالا عموما ما عملتوش فالهالا خلاص يبقى هنتجنب الحرق. باسم شخصية مهمة جدا، و هو موجود في الجزء ده لان هو له علاقه بجزء فالهالا بشكل كبير جدا جدا، وله علاقه باللور. احنا هنا في ميراش المفروض انت بتعيش قصه باسم اول ما هو كان يعني نص كده على قد حاله في الانبار في بغداد، لحد ما ماستر اساسن مع براذر هود في العراق. المنتور بتاعته، او ممكن نقول مش المنتور اللي هي المعلمه على طول، كانت روشان وصديقته نهال. واخر حاجه علي ومحمد، دي الشخصيات اللي انتم ممكن تقابلوها النهارده في الفيديو. زي ما انتم عارفين اساسنز كريد ميراج هي العوده للجذور، سلم تخفي باركور. النهارده هتجربوا ده تشوفوا بنفسكم. باركور رجع تاني. يمكن بالنسبه لي يعني اوكي مش هعلق عليه كتير، بس انا اكتر حاجه عجبتني تسلم تخفي. كل حاجه بترجع تاني، وانت واحد جاي من اساسنز كريد 1 حد كده يونيتي انت تمام جدا. لو انت اوديسي شويه يعني بس هتعجبك هتستمتع. خلاص تمام، يعني هتشوف بقى ايه بنفسك النهارده يعني.
زي ما كنت بقول لكم اكتر حاجه عجبتني شخصيا في بغداد عشان انا رجعت لعبه جات لي فرصه ان انا ارجع لعبه فاكتر حاجه بالنسبه لي اديتها علامه كامله هي بغداد. انا بالنسبه لي انا ما شفتش على مدار السيتنجز اساسنز كريد كلها عالم صم بشكل ده بصراحه. هتقول لي مصر تمام اوديسي تمام حلو بس فكره ان بغداد ما فضلش منها حاجه يعني للاسف المغول لما دخلوا ما فضلش اي حاجه من بغداد تخلي حتى التيم بتاع يوبي سوفت يعرف ان هو يطلع اسيتس بناء عليها. النهارده في اوريجنز عندك عين مصريات تقريبا اتاهم موجوده نوعا ما لو انتوا في التاريخ او متعمقين فيه وفاهمين وجهه نظري لكن بغداد مفيش حاجه. فان انت تعمل حاجه زي كده وترجع اعاده احياء فعلا مدينه انقرضت من التاريخ ده كان اكتر حاجه بصراحه انا انبهرت بيها وان شاء الله تنبهروا بيها برضه ودي شويه صور من جوه برضه اللي انا بعمله. ضمن اكتر حاجه برضه عجبتني ازاي بغداد قدمت ثقافتنا العربيه والاسلاميه يعني تخيل تبقى ماشي بغداد كده وتسمع الاذان سمعناها في ريفيليشنز الناس اللي هي يعني قديمه بس ما كانش واضح ما كانش يعني لا هنا هتحسه محسوس اللي بيقدم كمان صوته جميل جدا يعني يبقى ماشي لا واحد بيصلي مظبوط الحركات الانيميشنز كلها متقنه جدا الستايل المعماري بتاع بغداد وقتها يعني كل ده بصراحه غير الكودكس الداتا بيز اللي جوه اللعبه مليانه بصراحه معلومات حلوه جدا يعني. طيب انا زي ما قلت لكم هحضر لكم النهارده مفاجاه دي اول مفاجاه ان احنا جات لي فرصه ان انا اعمل انترفيو مع مدير التعليم عنده كلام كتير يقوله لكم عنده كلام كتير بنيان عن يوبي سوفت يتكلم معاكم فيه عن ميراج فهسيبكم مع الفيديو. طيب دلوقتي عندنا مفاجاه تمام عندنا مفاجاه حلوه جدا فخلي المفاجاه تخش يلا الكوست بلايرز معانا النهارده باسم ابن اصحاب وادزيو اوديتوري باسم عامل ايه؟ عايزك تحكي لي عن الكوسبلاي الجميل ده بصراحه. قول لي بقى عملته في قد ايه؟ بدات امتى؟ ايه الكلام ده؟ الكوسبلاي ده قعد معايا تقريبا شهر شغال فيه القماش كله ازي هو اللي عامله. ابي اتعرف عليكم انك مش ايدزي وباسم يعني اتعرف عليك يعني الاول. انا حسام كوسبلاير من 2015 تقريبا قديم بقى راجل خبره فاهم برضه الدنيا اشتغلت في السيف ده كله هاند ميد هاند ميد الخياطه كل حاجه شغاله هاند ميد. طيب انتوا بتحبوا السلسله واضح يعني قدام يعني طيب انت اساسا سبيد وان تمام انت بتعلم انت اساسا سبيد هو انا مش بلعبها قوي كتير الصراحه بس يعني انا مبهوره بالكاركترات والشغل اللي موجود فيها كفابريك حاجه لطيفه جدا. طب ما روك حلو مين لعب روك هنا اساسا سبيد روك روك اندر ريتد جدا طبعا لعبوها مع الشباب اندر ريتد جدا يعني طيب احكي لي برضو عن تفاصيل الكوسبلاي كفابريك تقريبا خد حوالي 7 ايام شغل كنت عاملاه من فتره الفورمول جدا صعب انتوا ساعدتوا بعض يعني انتوا بعض يعني احنا كل شغلنا عباره عن تيم احنا الاثنين عندنا الورشه بتاعتنا اصلا بنصنع الكوسبلايز لاي حد ولينا وبس فانا متخصصه الفابريك والوجات وكده وهو متخصص ماشي ايه يا جماعه رايكم في الكوسبلاي اسمع جامد بلايرز هيكونوا موجودين معانا على مدار اليوم باي ذا واي تقدروا بقى تصوروا معاهم فيديو صور زي ما انتم عايزين تمام فاشكركم جدا على وجودكم النهارده معانا شكرا جدا شكرا
فرفش وبعدين ايه منتظر بقى ايه نجرب في اساسنز كريد ميراج. طيب اول لعبه حاولت كده احط شويه اسئله عشان بقى نختبر بجد الناس اللي قاعده نشوف بقى الكلام على ايه. فكر تخمن الاساسن من اسمها. انا هقول شويه معلومات ومن خلال المعلومات دي حضراتكم هتخمنوا مين هو الاساسن. طبعا نرفع ايده الاول هنروح له بالمايك يقول مين هو الاساسن ده. طيب الاساسن ده من اصول افريقيه. بس مستعجلش قول يا حبيبي. طيب غلط طيب ماشي هذا والي الغلط. طيب نقول هنتي تاني. الاساسن ده عاش في الالف وسبعميات. اكيليز اكيليز لا طيب الاساسن ده قابل اساسن تاني معروف جدا في نفس الفتره كان موجود فيه. افيلين افيلين دي برومبري مظبوط. طيب الاساسن التاني الاساسن ده مالوش منتور اتقتل كان فقير مراته ماتت. ايوه سامع ايه سامع ايه مين ها ادوارد كانوي مظبوط كان دي صعبه شويه سنة الاساسن ده قتل شخصيه بارزه جدا تاريخيا. هنت باي ذا واي مش سبويلرز قوي اتذكر في اساسن سكريد ميراج ومش كله خد باله من الحته دي. اتذكر في اساسن سكريد ميراج وبما ان انتوا ما لعبتوهاش فممكن نسكيب الحته دي. هنا هنا اهو عارف داريس ايه داريس داريس في اساسن سكريد اوديسي. لا لا بس الاساسن ده قديم من قبل الميلاد. كاساندرا لا اخر عندك مين ممكن دي اصولها عراقيه اصلا. طيب اشتهرت بالسم قولهم من الاول اخر هند من السبعه الاساسنز اللي كانوا موجودين في الفيلا اوديتوري لما عم ايزيو اخده في البيسمنت فرجوا على سبع تماثيل الاساسنز قالوا دول انا 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 عرفت ايوه التاني التاني مظبوط كعب الفيلا كده محدش جايبها دي التاني اللي هي عاش صعبه التاني مستوعب باي ذا واي في اساس سكريد ميراج بس في حته كده جانبيه قوي. طيب اكتب معلوماتك بقى. حد يقول لنا واحده بس من السبع طرق بتوع الخلاص او السلفيشن اللي الايسو كانوا بيدوروا عليهم. حد بقى غير شادي ماشي عشان نقول طيب طريقه واحده هي اللي كانت الشاور فيلينج او ان انت تنقل الكونشس بتاعك على موضوع طريقتين موضوع طريقتين صح مظبوط سقف هنا في جاي. طيب حد يقول لي اسم اخ الايدزيو اوديتوري اسمه واحد بس اخ من اخوات الايدزيو اوديتوري. انا عارف ان ده بس مش هينفع اقول لك بصراحه اخ واحد بس بلاش بقى نجاوب عادي اخ او اخت عادي واحد بس بس حد بقى كلاوديا كلاوديا مظبوط مظبوط عادي. طب حد يعرف الكوكب اللي انت مين؟ ريكو و خدنا بقى فريدريكو وبتروتشيو. بتروتشيو الطفل الصغير التشانا قدام ايزيو وفي ثلاثه تشانا قدام ايزيو اكشلي كانوا كان ابوه فريدريكو بتروتشيو. حد فاكر اسم الفيلن بتاع اساسن سكريد سندكت؟ ستارك كروفون ستارك مظبوط مظبوط كله هنا انا مش هلعب لوحده كده يعني كله بيلعب لوحده. طيب ماشي حد فاكر في اساسن سكريد روك الفتره التاريخيه معروفه بيها انا انا
انا حد فاكر الحاجه اسمها ايه؟ انا مش هينفع على السيشن. ما هو شكلك انت مش عارف. السبع سنوات مظبوط. حد يقول لي اسم واحدة من حبيبات إلزو التلاتة. اسم ما شاء الله رجل يعني كان. أيوة. كريستينا. كريستينا. مظبوط صح صح صح. صح. كان في اسم البنت كمان. حد عارف اسم البنت دي؟ عايز تقوله لي أنا. لا مش هقول. حد عارف اسم البنت دي؟ حد عارف ماشي قول طيب. صوفيا مظبوط. صوفيا اللي كانت معايا مظبوط. طبعا في كاتارينا سفورتزا يعني. طيب اخر سؤال معانا النهارده. مين هو في شخص خان عيله ادزيو او بتلعب اساسن سبيد 2؟ الشخص ده هو سبب ان عيله ادزيو كلها تنشل. مين الشخص ده؟ ايوه ده اخر روبرتو البرتي. واو نايس 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 نايس. اعتقد هو ده بتاع الفكر هناك. اي حد لعب اساسا سبيد 2 كان بيحاسبن عليه يعني. تمام. طيب تمام يا اساسنز اديته الامتحان. طيب دلوقتي انا معايا دلوقتي التجربه بتاعت الجيم بلاي اللعبه. هنسيبكم معاكم يعني براحتكم. حبة حلوين جدا. حتى لو هو واحد بقى اللي عايز يلعب اساسن سكريد ميراج عايز ممكن نبدا ان احنا عايز ياكل لا جاي لسه ما كانش حاجه عايز يصور عايز بقى يقضي مع الكوست بلايرز هاف فن. باي 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 باي. طلع مين بقى؟ مش ناسف مش باش صدم اديني بسرعة في 10 ثواني 10 ثواني اسماء اشهر 3 من الايسو طلعوا في كل السلسلة معروفين جدا اشهر 3. لا حرام ده انا قال اكتر من كده ايه؟ لا الراجل هيموت ويطلع خلاص. 10 ثواني عدد اسم ماشي. طيب اديني اسم واحد منهم الثلاثة المشهورين جدا طلعوا في اساسن سكريد 3 يا راجل حد. هو مش فاكر حد اسم عم ادزيو او جدو. لا لا ألف مبروك يا جماعة. أنا هقول كيف مبروك. Don't you know? It's a me, Mario. السؤال التاني. لسه في حاجة. على قديمه في أساسن سكريد ولا على جديده؟ أنا طيب خلاص كنت حاسس ان الواحد مش بيقول لي اقل من 5 ثواني. اسم مرات الطيب فيش. لا مريم. مريم عايش عايش عايش. شكرا ليكم. شكرا شكرا
السؤال التالي بيقول نسيت استنى اشوف مين هو ايتر؟ اوه ايوه جاي انت ايتر. مين هو ايتر؟ شخصية من ايسو معروفة جدا، ظهرت في Assassin's Creed Odyssey، ظهرت في Assassin's Creed 3 نقلا عن شخصية اخرى. طيب بلاش قول لي. طيب يا سيدي اسم شخصية ايسو اللي كانت حبيبته وهو متجوزها. يلا تقدر؟ مفيش بعد كده. لا مش جوبيتر بس انت قربت. طرقت يعني جبتهم كلهم. وبعدين استنى يعني شوف كده الراجل يعني لا يعني ايوه جبتهم من ارفع. ها جونو مظبوط. اسم الشخصيه اللي كانت في الوقت الحاضر في Assassin's Creed Odyssey بطلة الوقت الحاضر في Odyssey. ليلى حسن الف مبروك. ايه الاخبار؟ حاسس كده ايه وحوشني راجل اساسا سبيل وانا فاهم. اديني كده اه ايه سؤال. طب ايه اللي جاي ماشي يعني نلعب على قديمه ولا نلعب في على قديمه كل الاجزاء؟ بس يعني من زمان قوي يعني عايز يبقى حاجه كومن جراوند يعني حاجه انت يعني اركب قديم. طيب إيزو أوديتوري سافر مرة كده في ريفيليشنز لحق قسطنطينية عالي قابل هناك شخصية هي يعتبر المنتور بتاع الأساسنز هناك. الشخصية دي اتقتلت في الآخر للأسف. قول اسم الشخصية في علم الخمس ثواني. عباس قربت. مش عباس حرام اسم عربي فعلا حرام هو هي ماشي ماشي حدشو اللي يعرف من الجمهور هيقول وياخد بيكون. ايوه انت يوسف تعظيم. يوسف تعظيم عاش عاش عاش. الف مبروك لكل الناس اللي كسبت. خمس اكواد Assassin's Creed ميراج بعد ما نخلص عنده عليا عشان تستلموا الاكواد. طيب دلوقتي انا عايز اطلع محمد وشادي. محمد وشادي سأقول يا جماعه تعالوا. طيب شادي ومحمد يا جماعه اكتر اتنين ليهم في اللور في Assassin's Creed. محمد يعني ما شاء الله موسوعه متحركه على الارض ربنا يزيده يعني. فده اكبر اختبار بقى. ده حاجه مش على جيب ولا حاجه كده ايه تحدي بالاسئله اللي انا كنت ايه مجهزها الحقيقه. الاسئله دي انا ارتكلتها. شي باتريك كورمك بالمناسبة هو الاساسن اللي انشق عن الاساسنس وخانه وبقى تمبلو. في واحد كمان قول لي اسمه ايه؟ نعم طيب خلاص ماشي. نعم الاساسن ده هو اوسكار كين. نايس صح كمان ماشي حلو. طيب السؤال دي سهل السؤال دي سهل وممكن يكون مفاجأة للبعض يعني. إيزيو ظهر في أكثر من لعبة في Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 Brotherhood Revelations وظهر في لعبة سهلة أيوة غير Embers وChronicles. ظهر في لعبة رئيسية عنوان تريبل إيه فالهالا. عش عش بس ما ظهرش بشكل بصوت بس. لا سقف يا راجل ده يا جماعه عشان راجل ده يا جماعه. لا محمد فوكو تمام ماشي خلاص. خد يا عم من حد ايسو ماشي. خد ايسو ماشي. ايه هو جهاز دي اي؟ الجهاز دي اي اللي هو كان نايم بالعلق اللي هو بيبين لك ال ما تطيحش شوف في كالكوليشنز في المستقبل. شوف في المستقبل ايه ده اللي انا قلت ما انت كذا ما هوش عايز بقى سؤال تاني خلاص. اصل محمد ياخد الاجابه دي يا جماعه ترضي. لا والله. طيب ماشي انا عايز بقى ادخله هما الاثنين في تحدي. ايه مين بطل بس تقول لي امتى مين بطل السلسله الوحيد اللي شال نوعين مختلفين من دفاعي عنه ايفور. بس ايفور ايه ما حدش ايفور
ماشي قول لي ايفو بس قول لي ايفو امتى يعني قول لي مثلا ايفو ايفو لما راح يسلم تفاحه عدن للقبيله بتاعت فينلاند واللي في الاخر التفاحه راحت لكونا ثانيه ثانيه اللي واحده ثانيه لا دي دي باللور بتاعها ماشي ايفو وداها اللي كان ماسكها كان في المعبد دي دي باللور بتاعها ايفو مسك التفاحه عدن فعلا اوكي ايفو هي هي اللي مسكت اثنين تفاحه عدن ماشي واحده لما كانت جسور واحده مع كاساندرا ماشي اكيد لما قابلت كاساندرا في كروسوفر الثانيه دي اول واحده ماشي في واحده ثانيه بقى اللي جابها بيبقى جامد في كوميكس نزلت لقصص جديده العالم بيظهر فيها باسم الاحداث قصص جديده العالم حلو كانت ايفر رايحه تدور على كنز تمام مش الكنز ده ايه اوكي فبتلاقي واحده عرافه وتطلع الكنز ده تعلم كان في الجبل في النرويج بتروح هناك للنرويج بتلاقي تفاحة عدن تعرفش تعمل ايه؟ انت ما عرفتش تعمل ده ايه؟ فلقيتها ده يعني هو انت جايباني لحد اعلى قمه في الجبل فدخلت عشان حاجه بتنور فسبتها ومشيت بعد كده بقى لما قابلت كاساندرا تاني اللي هي الاضافه اللي نزلت بعد سنه لقيت برضو ان كاساندرا بتدور على التفاحه دي فقالت لها وانت بتعملي ايه بالتفاحات دي في الاخر؟ ساعتها بقى قلت لها ان انا بجمع التفاحات دي وان القطع دي مهمه فهي الوحيده اللي شالت تفاحتين عدن. محمد عبد الهادي يا جماعه. محمد عبد الهادي. سلام يا جماعه. اسال سؤال كده. عارفين فيلم اساس مصفين؟ البطل بتاعه اسمه كولوم لينش. ده بيعتبر حفيد من احفاد واحد من ابطال السلسله. يعني كولوم لينش ده بيعتبر حفيد من احفاد ابطال السلسله. ايوه. ها حد يعرف؟ طيب. انت طيب؟ لا خلاص انت جاوبت كده ما تجاوبش تاني. طيب. وظهر في الفيلم يعني جده ده واحد من اسلافه ظهر في اخر الفيلم. خلاص هو ارني. ظهر في اخر الفيلم هو ارني.